أهلاً بكم على قناة مرجانة فن. وصفة اليوم من الحلويات الجزائرية التقليدية. اليوم نشارك معكم مقروط النقاش، نوع من الأنواع الكثيرة للمقروط بالجزائر، يدوب في الفم بمعنى الكلمة، وأهم شيء تمر ما يكونش يابس على الأطراف. لا تنسوا الاشتراك بقناتي للمزيد من الفيديوهات، وأيضاً ستجدون الوصفات مكتوبة على السوشيال ميديا فيسبوك وإنستغرام. نتابعوا مع بعض الطريقة. نحتاج إلى 3 أكواب سميد متوسط، رشة ملح، نضيف كوب سمن بنفس المعيار اللي قصت به السميد، ثم نبدأ نبسس حتى تتجانس المكونات وتتداخل مع بعضها. نغطيه ونضعه جانبا يرتاح ليلة كاملة. في اليوم الموالي ناخد السميد نبسس ونشمخه بكيلة من خليط الماء وماء الزهر، يعني بكوب ماء وماء زهر. نلم فقط بدون عجن، ثم نغطيه ونضعه جانبا، ونبدأ بتحضير الحشو. عندنا 200 غرام تمر معجون مع ملعقة كبيرة سمسم محمص، ونصف ملعقة صغيرة قرفة، وربع ملعقة صغيرة قرنفل، وملعقة كبيرة سمن. السمن هو اللي يخلي التمر ما يتحرقش عند القلي. نعجن كل شيء مع بعض، ونبدأ نعمل حربوش بهذه الطريقة. ناخد قطعة من العجينة ونفردها على هذا الشكل، وبأطراف الأصابع نفتح مكان للتمر. نوضع حربوش التمر ونجمع عليه العجينة. تابعوا الطريقة الموضحة بالفيديو. المقروط يعتبر من أسهل أنواع الحلويات التقليدية وأبسطها. ستجدون المكونات كما سبق وذكرت على السوشيال ميديا إنستغرام وفيسبوك، تجدوني باسم مرجانة فن. نقطع بالسكين قطع على الشكل التقليدي المتعارف عليه، ونبدأ بتزيينه ونقشه. هذه الآلة اليدوية نسموها النقاش في الجزائر. قولوا لي في التعليقات كيف تسموها في باقي البلدان العربية. أنا اخترت نزينها بهذه الطريقة. كاين طرق متعددة للتزيين بالنقاش، وأيضا النقاش اللي استعملته هو المستقيم. كاين أنواع متعددة أيضا من النقاش في الأسواق. ونبدأ في زيت ساخن نقلي حبات المقروط، ونهدي النار إلى المتوسط، وهكذا يخلي المقروط يوصله الطياب من الداخل وياخذ اللون المناسب من الخارج. آخر مرحلة نغطس المقروط وهو ساخن بعسل بارد لمدة 5 دقائق حتى يتشرب العسل. وإذا أردتم تعسيل المقروط عند التقديم لازم العسل يكون دافئ. إذا جربتوا الوصفة لا تنسوا تبعتوا لي صوركم على الإنستغرام أو الفيسبوك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع أحبابكم. إلى اللقاء.